ذهب إلى الكهان والعرافين، جاء التحذير منه في قول سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وغلظ ذلك تغليظا شديدا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا، والكاهن والعراف هما من يخبر بالأمور المغيبة، سواء كانت غيبا نسبيا وهو الغيب الذي يخفى على الإنسان وقد يعلمه غيره، مثل لو سرقت سيارتك ما تدري من السارق، لكن السارق وشركاؤه يعلمون، هذا غيب نسبي وليس غيبا مطلقا. لكن الغيب المطلق هو ما كان في مستقبل الزمان، فهذا وهذا وذاك كلاهما السؤال عنه يدخل في الوعيد المذكور. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلم تقبل له صلاة 40 ليلة. مجرد الاتيان، الاتيان والسؤال، ولو لم يصدق ولو لم يقبل قوله، ما دام انه ساله مستعلما وليس مختبرا او ليبين كذبه، انما حتى العابث الذي يعبث يقول نشوف ايش بيقول على وجه العبث لا على وجه الاختبار وبيان كذبه، فهذا يدخل في الحديث لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ومعنى لا تقبل صلاة 40 ليلة أن الوزر المرتب على هذا الفعل يحبط أجر صلاة 40 ليلة. تصور يعني صلاة هي أعظم الأعمال أجرا عند الله عز وجل، وفي الذروة من صالح العمل. إذا حصل من الإنسان أن أتى كاهنا أو عرافا فسأله سواء عن غيب مطلق يتعلق بالمستقبل أو عن غيب نسبي خفي عليه وقد يعلمه غيره مما وقع، فهذا داخل في هذا الوعيد. وأما إذا صدقه فهنا يدخل فيما جاء في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه، صدقه يعني قبل خبره واعتقد صدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. الكفر هنا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون كفرا مخرجا عن الملة. ليش؟ لأنه كفر بالقرآن، إذ القرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب. فعلم الغيب من خواصه جل في علاه، وهذا الغيب المستقبلي. فإذا سأله عن غيب مستقبل، إيش بيصير بكرة، إيش مستقبل حياتي، إيش بقع لي مع زوجتي، ماذا سأرزق به من الأولاد في المستقبل، كل هذا يدخل في الكفر بما أنزل على محمد. وقد أنزل على محمد أن الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، يعني ما يدرون، لا يعلمون متى تقوم قيامتهم. أما الحالة الثانية أو مما يندرج في الحديث أن يسألوا عن غيب النسبي، بمعنى يقول وين من سحرني، وين سيارة المسروقة وما أشبه ذلك، فهذا يدخل في الحديث لكنه كفر دون كفر، بمعنى أنه لا يخرج من الملة، إذ إنه كفر دون الكفر الأول، حيث إنه سأل عن شيء يمكن أن يفضي به إلى تصديقه في الخبر عن المستقبل، وبالتالي يدخل في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، فيشمل الكفر الأكبر والكفر دون كفر، وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة إلا أن صاحبه تورط في أمر عظيم وجرم كبير لا نجاة له إلا بالتوبة منه.